بالنسبه للنصائح في شهر رمضان هو الانسان خصو يدير واحد التوازن، لا في بالنسبه للتغذيه ديالو من ناحيه المقادير ديال الاكل ديالو، ولا من ناحيه حتى النوعيه ديال سميتهم ديال لا كونتيتي لا كاليتي، النوعيه ديال الاكل ديالو. كيف قلت ان خصنا السكريات نتفاداهم بزاف، خصنا نتفاداهم ما ناكلوش السكريات بزاف، خصنا نتفاداو حتى سميتهم اللي ناكلو بزاف، وناكلو مثلا بحال لي سلطات بحال الخضر الفواكه سمتي الحوت، غير ما يكونش مقلي، المقليات كلها خصها الانسان يبعد منها، وال بحال اللحوم البيضاء حتى هي خصو ياكل فيها، ما كاينش زعما وينظم الماكله ديالو، الفطور ما يكونش عاوتاني داك الفطور اللي هو يا ضخم من ناحيه لا كونتيتي. وبالنسبه لسميتهم ثلاثه السوايع من بعد ياخذ شي حاجه خفيفه في سميتو في الاكل ديالو، وفي السحور كيف قلت خصهم خاصه يغلبوا المواد اللي هي كتعطي سميتهم السكريات بطيئه الهضم، وشرب الماء هذاك راه من الفطور حتى السحور خاص بنهار، خصهم سميتهم في الوقت ديال اليوم الصوم خاص خاصه بحال الوقت اللي كيكون فيه الحراره، الناس ما تديرش واحد المجهود بدني غير زائد ما عندهم ما يديروا به، ما يخرجوش الحراره بزاف، لان الحراره ديال الشمس عندها تاثير على الجسم الانسان، لا من ناحيه المردوديه ديالو ولا من ناحيه باش كيضيع الماء. الماء ملي كيضيع من الجسم راه الانسان راه كتنقص لي كاباسيتي فيزيك ديالو الى بيرفورمانس ديالو، حتى الممارس الرياضي راه ملي كينقص الماء من الجسم ديالو بواحد النسبه مئويه، راه حتى داك المردوديه ديالو كتنقص، ما كتبقاش ديك لا بيرفورمانس كيف كان الا كان شرب الماء في الايام العاديه، او لا كيشرب الماء خلال التمارين ديالو او خلال المقابله ديالو. فاللي كنصح الناس انهم يتفاداو الحراره بزاف، ويحاولوا ما امكن باش سميتو ياكلوا ماكله متوازنه، وماكله اللي تكون فيها حتى المقاييس ديال الماكله ما تكونش كثيره بزاف بواحد الشكل اللي هو مفرط، ويحاولوا ما امكن خاصه شرب الماء شرب الماء شرب الماء شرب الماء.